طبعا زي ما وعدنا الناس والناس طبعا ان شاء الله هتتكلم. احنا وعدنا الناس بملعب محترم، ملعب يليق بيهم، عملنا لهم نجيله. طبعا زي ما حضرتك شايف النجيله دي في شيب. والله احنا بحثنا كتير على الانترنت ولفينا شركات كتير ولفينا ملاعب حوالينا كتير، سالنا يعني ولقينا ان هم افضل ناس. يعني ملعب بسم الله ما شاء الله، بصراحه ملعب باول مره اشوف النظام واول مره اشوف النجيله كده، وحاجه بصراحه تفرح. احنا النجيله دي جت سبيشال اوردر، جات متفصله للناس من بره من المصنع الف. النجيله دي اسمها سي شيب، تختلف تماما عن الاوميجا. الاوميجا طبعا نجيله كويسه ومحترمه، بس طبعا دي خامات، النجيله دي خامات هولندي، شعرها هولندي، البدله هولندي، ومتاثره طبعا في تركيا. احنا عندنا طبعا شركه متخصصه في جميع الانشاءات الرياضيه، سواء كانت نجيل صناعي ملاعب او لاند سكيب، وفي برضه نوع من انواع الملاعب بتتعمل اسمها الملاعب المتعدده. دي بتبقى ملاعب اسمها ممكن تتقسم لنوعين، هما الاكريليك والستان. انا افتكر من 4 سنين كنا مع حضرتك وقلت لحضرتك كلمه، قلت لك في اخر الفيديو، قلت لحضرتك افتكر الكلمه دي كويس يا كابتن ايهاب، جول سبورت هتكون رقم واحد. وكلمه اخيره يا كابتن ايهاب، جول سبورت، افتكر الكلمه دي كويس، جول سبورت ان شاء الله باذنك يا رب هتبقى رقم واحد في النجيل الصناعي في مصر. النهارده بقولها بكل قوة، الحمد لله جول سبورت النهاردة في مصر في مجال النجيل الصناعي رقم واحد، ومش كلام، بكمية الحاويات اللي بتدخل مصر، بكمية الملاعب اللي بتنفذها جول سبورت، بكمية المشاريع وقيمة المشاريع. في فرق يا كابتن ان انا اعمل 10 ملاعب منهم 7 ما يكونوش راضيين عني، وفي فرق ان انا اعمل 10 ملاعب بفضل الله عز وجل يكون ال 10 راضيين عن جول سبورت. اكيد النجيلة احنا طبعا خدمينها كويس. النجيلة اقرب زي ما قلت لحضرتك، اقرب حاجة للنجيل الطبيعي هي النجيلة سي شيب ديت في مصر كلها. والله انا اول ما نوينا ان احنا نعمل ملعب، انا قعدنا ندور على الشركة اللي نتعامل معاها، عايزين شركة محترمة او ناس محترمة تنفذ الحاجة زي ما احنا عايزين يعني. فشفت على اليوتيوب بصراحة، شفت الباشمهندس محمد والكابتن هشام، في حاسس كده بمصداقية جواهم وان هم ناس محترمين يعني. تمام، هم فعلا ناس محترمين، وده اثبت بعد تنفيذ الملعب يعني. يبقى احسن استاد في البلد ان شاء الله، واحسن ملعب بصراحه. الاستاد يعتبر معمول على، مفيش كلام يتقال يعني بصراحه. ربنا يبارك لك فيه وربنا يشم على خير ان شاء الله. احنا شرفنا بيكم النهارده يا شباب، اتشرفنا بيك اكتر ان شاء الله. الله يبارك، الف مبروك، الف مبروك، الف مبروك. طبعا احنا بندي سنه ونص صيانه، احنا الشركه الوحيده كابتن ايهاب في مصر بندي سنه ونص صيانه حقيقيه، مركز على كلمه حقيقيه دي، مش بنعمل الملعب ونسيبه يعني. بنصين كل قد ايه يا كابتن؟ بنصين كل 4 شهور، بنعمل صيانه دوريه كل 4 شهور. وطبعا احنا بعد السنه ونص بتبدا اللي جم عملوا معانا عقد في الشركه، بنعمل لهم عقد صيانه. تمام، طبعا بنعملهم بقيمه رمزيه، عشان طبعا هم كانوا متعاقدين معانا في الشركه. تمام، احنا رحنا بصراحه اتكلمنا معاهم، الناس عرفونا كل الامكانيات المتاحه بالنسبه للنجيل وبالنسبه لكل الجنود اللي هي في القائم من الملعب، عرفونا كل حاجه بصراحه، ما خبوش علينا حاجة. المواعيد والمواعيد اللي اتفقنا عليها بداوا فيها ونفذوا فيها وخلصوا فيها يعني. احنا عندنا طبقه الاساس، لازم طبقه الاساس تتحدد بناء على طبيعه الارض. في فرق من الارض تكون صخريه او طينيه او طبقيه او ارض صحراويه. بنحدد طبقه الاساس بناء على طبيعه الارض وبنشتغل عليها، بتبقى دقشوم ورمل حلواني، وبيبقى في بردوره حوالين الملعب زي ما حضرتك شايف كده. بعد كده بنبدا في بند الحداده. بند الحداده بيكون حسب رغبه العميل، ولكن احنا بنوجه العميل للشيء الصح او اعلى مواصفات. اعلى مواصفات اللي هي زي ما حضرتك شايف بتكون ابراج ثنائيه او ثلاثيه. طبعا لو ثنائيه السكنس بتاع العمود بيختلف عن لو ثلاثيه. زي ما حضرتك شايف عمدة الإنارة وعمدة الشبك بتكون 3 بوصة 2 مللي، في الأركان بيكون 4 بوصة 2 مللي.
عندنا الكشافات بتكون مستورده بضمان سنه، ضمان حقيقي سنه، اي عطل يحصل في اي كشاف أي يغير ولا تدفعه نسبه، يتصلح فورا، ولو في مشكله في الكشاف يتغير فورا بدون دفع جنيه. راح ملعب، انا اول مره اشوف النظام، انا شفت لفيت، انا بقيت في المحافظه كلها على فكره، من عشاق الرياضه ومن عشاق كره القدم ومن عشاق النادي الاهلي عشان تبقى عام، لفيت جميع الملاعب في محافظه بني سويف، بصراحه حاجه ممتعه بصراحه، العرض الطول يعني انا شايف كامت النجيله، النجيله الله اكبر، انا بقول لك النجيله على اعلى مستوى، تخلي اللي ما يلعبش يلعب، الملعب ده عايز اللي يلعب، كله تمام يعني، كله تمام الله اكبر، انا بقول لك احنا بنشكر الشركه، خلي بالك وان شاء الله نشوفهم في كل مكان، نتمنى ان انا اشوفهم في كل حته، الشركه شكرين يا جماعه، والف مبروك، بشكرك انت كمان انت حبيبي كابتن ايهاب، كابتن انت طبعا النادي الاهلي، انت حبيبي النادي الاهلي، شكرا يا جماعه، شكرا جزيلا. احنا زي ما وعدنا الناس، واديك شايف الحمد لله، الحمد لله حاجه محترمه وحاجه تليق بكل اهل بني سويف، وان شاء الله بنوعد الناس باذن الله ان الملعب ده الناس ان شاء الله تيجي تفتح رقم واحد بني سويف ان شاء الله باذن الله. انا مرضي واكثر، مش عارف يعني مش لاقي كلام اقوله بصراحه، الناس دي ولاد ناس محترمين خالص. الف مبروك حاجه محمد، انا ما كنتش متوقع ان انا هقابل ناس زي كده، شركه محترمه وناس بتتعامل بمصداقيه، هم عامل حاجات اكتر من اللي احنا كنا عايزينها، وده واقع مع ملموس. الف مبروك وربنا يجعل الملعب فاتح خير عليك. مش عارف اقول لك ايه والله، يعني انت طولت رقبتنا والله العظيم، والله طولت رقبتنا والله العظيم، انت راجل محترم بس ربنا راجل. ايوه الحمد لله، ربنا يخليك حاجه حلوه، ربنا يخليك حاجه حلوه، احسن من اللي انا اتفقت عليها بصراحه، وما كنتش متوقع ان الحاجه هتطلع بالمنظر ده، تمام، جميل قوي بصراحه. على حسب، وهو ده على حسب التنفيذ بقى، التنفيذ هو لما من البدايه بيكون صح، الملعب بيبقى بيرفكت وبيقعد اطول فتره ممكنه، ما بتعملش فيه يعتبر حاجه، ده بكلمك على ملاعب المتعدده زي الاكليريك والتسجيل. اكتر حاجه انت ممكن تعملها في الصيانه ان انت بس تجدد الملعب، تديله وش بنسميه وش نظافه يعني، وبعد كده ممكن تخطط الملعب. ده لو احنا عاملين الشغل مظبوط، ما فيهوش اي مشاكل، مش هيحتاج اي صيانه خالص، لكن طبعا ده اختلاف مع نجيل الصناعي، لان انا عندي ماتيريال بتزيد وبتنقص، فده لازم يكون في عندي في صيانه دوريه. لا ده حاجه جميله والبلد كلها فرحانه، وانا والله الواحد موهوم يعني بالنجيله اللي هي جت دي، ما شفتهاش قبل كده بصراحه يعني. في بني سويف. في بني سويف وفي اي حته يعني، بصراحه ما شفتهاش قبل كده. لا كاش، ما عندناش تقسيط، كان عندنا بس بعد الدولار وكده ما الوقت التسليم الملعب قد ايه؟ من 15 ل 25 يوم على حسب مساحه الملعب. الملاعب المتعدده بتبقى ضمانها 3 سنين. ندي ضمان على المنتج من بره، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا النهارده المصنع بيديني ضمان على المنتج انا بديه للعميل. تمام. وانا بلتزم بيه من كم متسجل في العقد الكلام ده كله؟ طبعا. انا عندنا مثلا ضمان الملاعب تبقى 8 سنين، ضمان اللي هي نجيل الصناعي، اما بالنسبه لملاعب الاكليريك وملاعب الترتان تبقى ضمان 3 سنين ضد عيوب الصناعي. عندنا برضو الشبك بندي ضمان سنتين على الشبك، وده برضو ما بيحصلش، الحمد لله احنا الشركه الوحيده بتدي ضمان على الشبك سنتين، سواء جوانب او سواء سقفيه، الشبك بتاعنا مطلب طبقه يو في ضد اشعه الشمس علشان ما تاثرش بس مراحل بتاع الملعب اللي اتعملوا اللي اتفقنا عليهم والبنيه بتاعتهم كل حاجه تمت وبزياده واحسن حاجه يعني. الحمد لله احنا يعني ما بنعملش افتتاحات كتير للملاعب، لكن احنا جينا هنا بناء على رغبه الناس المحترمه اصحاب الملعب ان احنا نعمل لهم افتتاح ملعب، خاصه ان احنا بنقدم النهارده نوع جديد من النجيله متميز ومختلف عن باقي انواع النجيله الموجوده دلوقتي في الملاعب في مصر. اللي انا اتفقت عليه لقيته ولقيت اكتر. كويس قوي. كلام مش نفاق يعني، كلام حصل على الواقع. صيانه الملعب بندي صيانه سنه ونص مجانا، واحنا الشركه الوحيده في مصر بتدي صيانه سنه ونص. بتصير كل قد ايه؟ كل 4 شهور بيجي يحصل زياره للملعب. استلمت الملعب في ميعادك ولا في ميعادي؟ وانا اللي اخرت بظروف خاصه بيا، هم كانوا مستعدين يعملوا قبل ميعادهم كمان. يعني انا من مكاني هنا بعد شهاده الناس صحاب الملعب اللي دفعوا فلوس واللي عملوا عقود، انا بشكر جول سبورت وبتمنى لك كل التوفيق يا كابتن ميدو، وان شاء الله مزيد من الافتتاحات الفتره الجايه ان شاء الله. باذن الله يا كابتن شرفتنا، ونتمنى ان شاء الله باذن الله مزيد من الافتتاحات تكون معانا موجود فيها ان شاء الله باذن الله، وقريب ان شاء الله تكون معانا في صرح ملعب قانوني 11 لاحد الانديه الكبيره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حضرتك تشرفنا وتكون موجود فيها، وزي ما قلت لك ان شاء الله باذن الله هنستمر، جول سبورت هتفضل رقم واحد. طبعا بوجه الشكر للكابتن هشام عادل شريكي واكبر داعم ليا برضه في مجال النجيل الصناعي، استاذ محمد فايد مدير المبيعات، وكل رجاله جول سبورت، كل رجالات جول سبورت اللي موجودين في المكتب واللي موجودين في الموقع، ان احنا يا كابتن
الشركه مش احنا بس، الشركه في ناس كتيره موجوده في الشركه، فلازم نوجه لهم الشكر. بوجه الشكر لاصحاب الملعب، ناس المحترمه، ناس اوفوا بكلمتهم. شكرا يا كابتن.